بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله ندعو على بركات نتوكل. أبنائي الأعزاء طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدارس العابرين الأهلية، أهلا وسهلا بكم في دروس مادة الحديث والسيرة، ودرس اليوم بعنوان أمر المؤمن كله خير. تمهيد: أصيب أحمد بكسر في يده إثر حادث تعرض له، فزاره صديقه خالد فوجده حزينا تظهر عليه الكآبة، فقرر خالد أن يكتب له بطاقة يسليه بها ويدعو له فيها بالشفاء، وكتب فيها الحديث الآتي: عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أتعرف معاني الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن حال المؤمن يستحق التعجب لأنه في خير في جميع أحواله، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأن غير المؤمن سواء كان كافرا أو منافقا لا ينال الخير في السراء ولا في الضراء، فهو في السراء جاحد لنعم الله عز وجل مغتر بها، وفي الضراء ساخط غير صابر. إن أصابته سراء كصحة وسلامة ومال ونجاح، وإن أصابته ضراء كالمرض والفقر وموت الأقرباء والأصدقاء. كيف يكون حال المؤمن خيرا في السراء والضراء؟ المؤمن في السراء شاكر لله عز وجل، يثني على الله عز وجل بنعمه ولا يستعملها في معاصيه، فيكسب ذلك أجر الشاكرين المحسنين. وإن أصابته الضراء رضي بالقضاء ولم يسخط أو يتضجر، وإنما يصبر ويحتسب، فيكسب ذلك أجر الصابرين المحتسبين. مما يستفاد من الحديث: حال المؤمن دائما في خير، الشكر عند النعم واندفاع المصائب من صفات المؤمنين، من صفات المؤمن الصبر والاحتساب عند المصائب، الإيمان سبب الطمأنينة وحسن التصرف، الكافر لا ينال الخير في السراء ولا في الضراء. فالصبر والاحتساب عند المصائب صفة من صفات المؤمنين، فالواجب على المؤمن عند المصيبة الصبر وعدم الجزع، فهذه أمور كتبها الله وقدرها لا حيلة فيها. فالواجب علينا أن نصبر عند المصيبة، وأن نشكر عند النعمة. فالمؤمن لابد أن يبتلى تارة في نفسه، وتارة في أولاده، وتارة في أقاربه، وتارة في أحبائه، ولا بد له من الصبر. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن يتقلب بين مقام الشكر على النعماء وبين مقام الصبر على البلاء، فيعلم علم اليقين أنه لا اختيار له مع اختيار مولاه وسيده ومالكه سبحانه وتعالى، فيتقلب في البلاء كما يتقلب في النعماء، وهو مع ذلك يعلم أنه ما من شدة إلا وسوف تزول، وما من حزن إلا ويعقبه فرح، وإن مع العسر يسرا، وإنه لن يغلب عسري. فلا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس يدوم ولا شقاء. فالمؤمن يرى المنح في طيات المحن، ويرى تباشير الفجر من خلال حلقة الليل، ويرى في الصفحة السوداء نقطة بيضاء في سم الحية ترياق، وفي لدغة العقرب طردا للسموم. فالمؤمن في كل أحواله يتدرج في مراتب العبودية بين صبر على البلاء وشكر على للنعماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
العبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه، ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. فالعبد يعلم أنه عبد على الحقيقة، ويعلم بأنه عبد لله، والعبد لا يعترض على سيده، على سيده ومولاه. هكذا المؤمن صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء. فعنوان السعادة في 3: من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أتعرف صهيب بن سنان رضي الله عنه. هو أبو يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أحد السابقين إلى الإسلام، ومن المستضعفين الذين عذبوا في مكة لأجل إسلامه. من فضائله حينما هاجر ترك ماله للمشركين على أن يتركوه يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة. فقال له صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه في المدينة: ربح البيع أبا يحيى. ولما قتل عثمان بن عفان اعتزل الفتنة إلى أن مات سنة 38 هجري. تقويم الدرس: أضع كل كلمة من الكلمات الآتية في الفراغ المناسب. الكلمات: المؤمن، المصائب، الضراء، النعمة، الصبر، الخير. من صفات المؤمن: أحسنت، الصبر، والاحتساب. من صفات المؤمن: الصبر والاحتساب عند مصائب. الشكر عند النعمة: أحسنت، من صفات المؤمنين. حال المؤمن: أحسنت، دائما في خير. الكافر: لا ينال الخير في السراء ولا في الضراء. أبنائي الأعزاء، أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.